شغال في العنب من ساعة ما اتخرجت بفضل الله في 2015، يعني بقى لي حوالي 8 سنين بفضل الله. مريت بأصناف كتيرة، سواء على مستوى الأصناف المحلية أو الأصناف اللي شغالة على مستوى السوق التصديري، لأني اشتغلت في شركة في المقام الأول شغلها تصدير أو ما اتخرجت بفضل الله يعني. فمرينا على أصناف كتيرة. طبعا لو اتكلم في العنب، هو بيتقسم على حسب الاستهلاك بتاعه. في عنب مائدة اللي هو بيتاكل فريش طازج يعني كده، وفي عنب اللي هو بيدخل في الصناعات سواء العصاير او النبيذ، وده مش موجود بنسبه كبيره في مصر يعني. كذلك بقى نقول الاصناف لها تقسيمه تانية كده على حسب الالوان. في العنب الابيض اللي هو من اقسامه او من الاصناف الموجوده فيه، العنب السبيريور او الاير سويت او البرايم، ودخل علينا في السوق اصناف جديده من بره، القارات نقول هي القاره 15 موجود، عنب ابيض القاره 30، قاره 33. كذلك في العنب الاحمر بقى على راسهم يجي الفيليم سيدلس، وانا نسيت صنف مهم جدا انا اسف، في العنب الابيض اللي هو التومسون او البناتي الاتش 4، من الاصناف اللي احنا بنتميز بيها في مصر. كذلك بقى الاصناف الحمراء في العنب الفيليم والعنب الكريمسون والريد جلوب، دي من الاصناف المتميزه. في برضو اصناف حديثه زي الستار لايت دخلت علينا مؤخرا من بره. احنا بنقول على سبيل المثال للحصر يعني. طبعا كذلك بقى في اصناف السوداء العنب الاسود، وده ليه برضو كذا صوره. في حاجه اسمها ميد نايت بيوتي، موجود الميلودي، موجود صنف الانيا، كذا صوره زي ما قلنا للعنب الابيض والاحمر والاسود على حسب الذوق بتاع المستهلك سواء المحلي او الاجنبي، وده اللي احنا بنستهدفه في المقام الاول، لان العائد السعري بتاع التصدير بيجي يعني نقول لا يقارن بالمحل يعني. فالمنتج للعنب بيكون مستهدف في المقام الاول التصدير، للعائد اللي هيرجع عليه كمزارع، وكذلك الدخل اللي بيرجع للبلد. احنا بندخل عمله صعبه للبلد، فبنكون مستهدفين ده في المقام الاول. ساحات المزروعه في مصر تقريبا متعدت ال 200 الف فدان من العنب، ممكن الانتاج فيها متعدى المليون ونص طن سنويا، والعنب على رأس المحاصيل الزراعية اللي بنصدرها. يجي العنب مع الموالح، بنصدر منها بكميات كبيرة. العنب المصري بيمتاز بالجودة العالية، بنودي عنب بفضل الله، بنودي عنب لإنجلترا، بنودي عنب لألمانيا، بنودي عنب لهولندا، كذلك بنودي لروسيا، بنودي للصين وشرق آسيا عموما، بنودي جنوب أفريقيا ممكن وأمريكا. ما شاء الله في أسواق كويسة، ورغم ذلك العنب اللي عندنا في مصر يستوعب أسواق أو محتاج أسواق قد كده 10 مرات، لان بفضل الله البلد فيها مهندسين كتار شطار واستشاريين على اعلى مستوى، بيطلعوا عنب بمواصفات عالميه. اول حاجه تظهر معانا في العنب من بدايه شهر مايو الطبيعي مثلا، لان في ناس بتجازف شويه وترش كسرات سكون وتجيب العنب في اخر شهر 4، لكن الطبيعي مثلا او القريب من الطبيعي اللي احنا نبدا في النص الاول من شهر مايو يكون معانا الايرلي فليم ده موجود بكميه كبيره، وده بيستهدف في المقام الاول السوق المحلي، لان العائد السعري بتاعه بيكون عالي نظرا لندره الفاكهه اللي موجوده في السوق، فيكون العائد السعري منها كويس خالص يعني. بفضل الله في موسم زي السنه دي في عندها الناس عندها الاصناف زي عندها السيبيريو، حققوا منه مبيعات دلوقتي واحنا في بدايه شهر 6 اهوت، من اعلى اسعار العنب هو السيبيريو. معانا بقى الاصناف المتاخره شويه اللي بتظهر معانا من اواخر شهر 6 و7، واحنا ماشيين بقى لحد تكمل معانا لحد شهر 9 كمان، الكريمسون على راسها طبعا. وفي ناس بتشتغله مغطى ببلاستيك وبتقدر تجيبه في شهر 6 دلوقتي اللي احنا فيه ده، في 10/6 احنا عندنا كريمسون اللي حضرتك صورت معانا فيه وبدأنا بالفعل جمع فيه دلوقتي، ده كريمسون مغطى فبيظهر معانا في منتصف شهر يونيو، ويكمل معانا ممتد بقى برضو مع متغطي لحد نهاية شهر يونيو ولحد أول شهر 7 برضو موجود مغطى، ويكمل معانا بعد كده ايه مكشوف لحد شهر 8 و9 على حسب معاملات كسر السكون المزارع او المهندس بيقرر ان هو هيبدا الموسم بتاعه امتى. العنب الاسود طبعا زي ما قلت لحضرتك هو في المقام الاول ممكن بيستهدف الذوق الخارجي يعني، الناس في مصر بتستغرب شويه لما تشوف عنب اسود، بيقلق منه شويه مش مألوف بالنسبه لهم، لكن السنه اللي فاتت كان حصل نسبيا ضرب في تسويق العنب والتصدير كان متاثر شويه، فالناس شافت البلاك موجود في السوق المصري،
فما بقاش غريب عليهم، بقى مألوف نسبيا الى حد ما. السنه دي والسنه اللي فاتت بدأوا يعرفوا ان في عنب اسود، وفي النهايه الفيصل بيبقى الطعم يعني، والطعم اللي بيحكمه هو نسبه السكريات في العنقود. واحنا كشعب مصري دايما بنميل الذوق بتاعنا للحاجه اللي طعمها حلو ومسكر، فبيفضل طبعا لو احنا بنجمع مستهدفين السوق المحلي يكون السكر بتاعنا معدي 16 بريكس. وبرده من الحاجات اللي بنستخدمها معانا ان احنا نقدر نقول السكر بنقيسه ازاي، ده جهاز ديجيتال اهوت بنقيس بيه البريكس بتاع السكر، بيدينا ارقام كده، بنعصر الحبايه هنا على العدسه بتاعته وبيدينا القرايه بتاعته. الطعم المستساغ بالنسبه للمصريين 16 و17 فما فوق، بالنسبه للجماعه الاجانب بقى الاسواق الاوروبيه لو هنتكلم على العنب الابيض فممكن يبدا معاهم من نسبه سكر 13 بريكس و13 ونص بريكس يعني مينيمم، وانت طالع بقى فوق يبقى مناسب بالنسبه لهم يعني. الاحجام بتاعت الحبات لو هنتكلم مثلا احنا برضو من الحاجات اللي بنستخدمها عشان نحدد مدى الجوده بتاعتنا السايز بتاع الحبات، قطر الحبات نفسه بكل دور بيوجهني انا شغال محلي ولا شغال تصدير. يعني مثلا العنب الابيض المفروض ان قطر الحبات فيه ما يقلش عن 17 ملي، قطر الحبات في العنب الابيض ما يقلش عن 17 ملي عشان تكون صالحه للتصدير. العنب الاحمر ما تقلش فيه عن الحبايه عن 16 ملي عشان تكون صالحه معايا للتصدير. العنب الاسود بمختلف اصنافه ممكن من 19 ملي فما فوق يكون صالح معايا للتصدير. طبعا العنب المحلي ما بيتطلبش المواصفات دي قوي.